بسم الله الرحمن الرحيم. احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتمادي كل من السفير مرزوق إيسان دانيل سفيرا لجمهورية أفريقيا الوسطى، والسفير خوسيه لويس نورييغا سانشيز سفيرا لجمهورية كوبا، والسفير ثانغ توانغ نجوا سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، والسفير فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاند سفيرا لجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد. Son Excellence le professeur Akal Tadira m'accrédite auprès de l'émir de l'État du Koweït. إن فخامة الرئيس ينقل إلى سموكم تحياته. شكرا. C'est pour vous remettre ma lettre d'accréditation. أود أن أقدم إلى سموكم أوراق اعتمادي كسفير. تفضل. أليزي سموكم. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Okay, I'm Mr. Jose Luis. It's an honor. I ask your permission to present my credential as an ambassador of Cuba to the brother state of Kuwait. Cuba. Thank you, Excellency. My name is Francisco Mauro Brazil de Holanda. I have the honor to pass to you my credential letters as ambassador of the Federative Republic of Brazil to the state of Kuwait. شرف لي أن أقدم الفاقة اعتمادي كسفير البرازيل لدولة الكويت.